أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سلامتكم بتهمنا. في حلقتنا لليوم رح نتحدث عن دور المتطوعين في الميدان، عن دورهم في مساندة رجال الدفاع المدني، لا سيما في الفترة الأخيرة حيث الأحداث، حيث شكلت فرق المتطوعين مشفى ميداني لتخفيف الضغط عن مشافي المحافظات، وأيضا كان لها الدور الأبرز في إسعاف المصابين في الميدان. للحديث في هذا الموضوع نرحب بضيفي الحلقة، مدير الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيري المقدم مراد شبيطة، ومدير الدفاع ومدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني الرائد نائل العزة. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. دعونا نشاهد هذا الفيديو ومن ثم ننتقل لمناقشة موضوع الحلقة. نبدأ معك المقدم مراد، لو تحدثنا عن فرق المتطوعين في محافظة رام الله والبيري، كيف تساهم في خدمة المواطن من جهة وفي مساندة رجل الدفاع المدني من جهة أخرى؟ صحيح، يعطيك العافية وشكرا لك على هذا البرنامج وعلى هذه الفكرة اللي هي عن عرض قدرة أو خدمات المتطوعين وفكرة التطوع في الدفاع المدني. وحقيقة سأبدأ من حيث انتهينا في العرض اللي تم، الفيديو اللي تم عرضه، هو قديش كان دور المتطوعين وخدمتهم في مجال خدمة المواطن، وبالذات في خدمة الإسعاف والتعامل مع الحرائق اللي كانت تنتج نتيجة الأحداث اللي سابقة. وبتصور كل الناس شاهدت قديش المتطوعين اللي كانوا يشتغلوا في عند بيت إيل نتيجة الأحداث السابقة، واللي حتى الآن جاري وما زال المتطوعين بيشتغلوا في هذا المجال. صحيح، احنا في فكرة التطوع وفكرة المتطوعين هي انشئت من زمان لمساعدة الدفاع المدني من جهة، في هذا يعني هدف ثاني، والهدف الاساسي هو مساعدة نفسه ومجتمعه، المجتمع اللي حوله. حقيقة في كثير من الاحداث اللي صارت واللي تعاملوا معها المتطوعين كانت قللت نسبة الخسائر في الممتلكات والأرواح. هذا اللي دفع الدفاع المدني لزيادة الوعي المجتمعي في عملية نشر فكرة التطوع وإعداد فرق متطوعين في كل مكان ليسهل عمل الدفاع المدني، في نفس الوقت لخدمة المجتمع المحلي الموجود فيها فرقة المتطوعين. احنا كثير الفرق بتساعدنا في مجالات عملنا اليومية، سواء في السلم او في الحرب او نهي كل حرب، لانه حتى في احداث الكوارث والطبيعية كثير اشتغلوا معنا وساعدونا، لانه الكادر البشري مهم جدا في الاعمال هاي. صحيح. ننتقل لك الرائد نائل، ما شاهدناه في الفيديو ينم عن تواصل ما بين الدفاع المدني والمتطوعين، ما هو هذا التواصل وكيف يحدث هذا التواصل بعد تدريب فرق المتطوعين؟ اول شيء احنا من خلال برنامجك سلامتك بتهمنا بنحب
ننقل تحيات مدير عام الدفاع المدني لكل الطواقم المتطوعين وفرق المتطوعين. كمان بنحب نوجه رسالة شكر للهلال الأحمر على مشاركة متطوعين الدفاع المدني بإنشاء المستشفى الميداني اللي شفناه بالأحداث، واللي ساهم زي ما أنت أشرت لتخفيض الضغط عدد على الإصابات. لا تخفيض الضغط على المشافي، على المشافي ومعالجة الإصابات البسيطة ميدانيا. طبعا بنرجع لسؤالك، سؤالك كثير مهم، وإحنا بالدفاع المدني هناك استراتيجية حول إشراك المجتمع المحلي من خلال إعادة الاعتبار للعمل التطوعي في فلسطين اللي كان سائد في الماضي بمفهوم العونة والفزعة، ولكن الدفاع المدني شاف أنه هذا المفهوم يفترض يكون ضمن عمل مؤسسي منظم من خلال تجنيد فرق المتطوعين وتزويدهم ببعض المعدات والاحتياجات، حتى أنهم يكونوا قادرين على أو يشكلوا رافعة للأداء المجتمعي في المجتمعات الفلسطينية. كيف إحنا بنتواصل معهم؟ هناك شبكة تواصل من خلال إدارة المتطوعين بالدفاع المدني الفلسطيني، عبر تسجيل أرقام هواتفهم، عبر تزويدنا بلائحة بأسمائهم، عناوينهم، دراسة احتياجاتهم، ومن خلال التواصل المباشر من بالمحافظات. يعني على سبيل المثال محافظة الخليل هناك شبكة من المتطوعين، مديرية الدفاع المدني محافظة الخليل أو مديرية الدفاع المدني في محافظة جنين بتتواصل مع هاي الفرق، بتشوف شو احتياجاتهم، بتشوف شو خططهم، وبتبلش تضع الأنشطة المشتركة اللي راح تتنفذ خلال عام من التطوع على أساس تدعمهم وتدعم احتياجاتهم اللي قدموا الخدمة الأفضل للمواطن. نعم. مقدم مراد، هل هناك نوع معين من الدورات التي يلتحق بها المتطوع كي يصبح مؤهل ميدانيا سواء في الإسعاف أو الإنقاذ، وكيف يتم اختيار هذه الدورات لهم؟ طبيعي انه بيكون دائما في دوره متخصصه للمتطوع بتعلم فيها الاطفاء والانقاذ والاسعاف الاولي، اللي يكون رافد من روافد الدفاع المدني اللي ممكن يعتمد عليها في عملنا الميداني. يعني بيكون اطفائي يعني بيتم توفير له بعض المعدات اللي يتعامل معها، او حتى لو تعامل مع اي معدي بيعرف يتعامل مع هاي المعدات اللي ممكن تكون توفر له اطفائي او وسائل الانقاذ. فبندربه على جميع الادوات والمعدات اللي بيستخدمها الاطفائي حنا حتى كاطفائي رسمي، ولكن بيكون هو متطوع لدينا في صحيح في الميدان. صحيح. لو تحدثنا عن بعض المناطق المعينة، هل لبعض المناطق خصوصية معينة في تدريب فرق للإطفاء أكثر من فرق الإسعاف، أو فرق إسعاف أكثر من فرق إطفاء؟ هل هناك خصوصية في بعض الدورات؟ شوف، إحنا فعليا دائما بنسعى أن ندرب ونخلق فرق متطوعين في المناطق شوي اللي بتكون بعيدة الوصول لها، بأخذ وقت زمن استجابي، لأنك زي ما بتعرف إحنا مناطق الضفة أو حتى منطقة رام الله، بدنا نحكي على منطقة رام الله، يعني في مناطق شوي بيكون فيها مسافة بعيدة، بيكون إحنا بنخلق دائما فرقة متطوعين في هاي الأماكن، ودائما نختار الأماكن المحاذية للمستوطنات، الأماكن الحدودية، مناطق التماس، ليكون في عنده قدرة على التعامل مع هاي الأحداث، سواء كانت إنقاذ، سواء كانت إطفاء حرائق أولية أو تأسيسي، أو حتى إسعاف اللي تم التعامل زي ما حكيت، يعني نسبة الضغط اللي خففته فرقة المتطوعين اللي اشتغلت على بيت إيل عند بيت إيل في الأحداث اللي فاتت، فخففت كثير من الضغط على المستشفيات. هذا لأنه في معرفة، في تدريب حقيقي لهاي الفرقة على التعامل مع الإسعافات الأولية كيف بيتم، وهذا وبالتالي يعكس فائدة ويعم بالفائدة على المجتمع. ننتقل لك الرائد نائل. تحدث المقدم مراد عن أهمية وجود المتطوعين في مناطق بعيدة لا يصل إليها الدفاع المدني في الوقت وتحتاج إلى مدة معينة، لو تحدثنا عن عدد متطوعي الدفاع المدني في هذه الفترة. تمام. أنا إذا بتسمح لي أني أستعرض بالأرقام تاريخ تجنيد المتطوعين، بمعنى أنه ينضموا لصفوف الدفاع المدني كرافع على هذا صحيح. الموضوع. الرقم الموجود حاليا هو 3500 متطوع تقريبا، موزعين على 123 فرقة في الأراضي الفلسطينية. نرجع بالزمن 6 سنوات لورا اللي هو العام 2009، كان عندنا 109 متطوعين تقريبا، وإذا بتلاحظ الفرق من 109 متطوعين هناك تزايد هائل بالانضمام لفرق المتطوعين، باعتبار أنه هو مفهوم مهم، بهم الشباب الفلسطيني، بهم المتخصصين، وبشعروا بأنه هناك انتماء حقيقي لبلدهم. ما تشاهده الآن في شاهدناه في تقريرك هو حقيقة مفخرة لكل شاب فلسطيني
كيف ممكن يترجم انتمائه لممارسة فعلية بانضمامه لفرق المتطوعين. وأنا أؤكد لك أنه فرق المتطوعين هي موجودة كأساس لبناء المجتمع الفلسطيني، بحيث أنه المتطوع يستجيب لكافة المتغيرات، إذا كان هناك هبة شعبية يكون موجود، إذا كان هناك حالة كوارث يكون مساند للدفاع المدني، إذا كان هناك أنشطة مجتمعية صحيح. لتنظيم فعاليات هو عنصر نعم. المجتمع وهو عنصر الدفاع المدني في نفس الوقت نعم. له الخاصية نعم. له هذه الخاصية. وممكن أنه دعني لضيق الوقت، لو تحدثنا عدد المتطوعين 3500 متطوع نعم. هو عدد أكبر من عدد أفراد الدفاع المدني نعم. أنفسهم نعم. إلى أين يسير الدفاع المدني في هذه الاستراتيجية؟ هل هناك استمرار وكيف سيتم هذا الاستمرار في المستقبل؟ الدفاع المدني نظر لموضوع الفجوة في عدد الكادر اللي بالدفاع المدني هناك نقص شديد. دعني أطلع المشاهدين على أنه إحنا كل الدفاع المدني 1167 مجند في الدفاع المدني ما بين ضباط وضباط صف وجنود، وهذا رقم بسيط جدا، فإذا قسمته على عدد المحافظات ممكن كل محافظة يعني يصل عدد 50-60 ضابط وفرد في الدفاع المدني. صحيح. إذن كيف ممكن الدفاع المدني يتغلب على هذا التحدي؟ رأى بأنه هناك فرصة بأنه يستفيد من طاقات الشباب الموجودة ويبلش يجند فرق المتطوعين، لدرجة بأنه احنا وصلنا لأنه المتطوعين يكونوا ضعفين عدد الدفاع المدني. ما يسعى عليه الدفاع المدني هو تخفيض زمن الاستجابة من خلال فرق المتطوعين. احنا زمن الاستجابة سجلت في العام 2014 12 دقيقة بوجود فرق المتطوعين ومراكز المتطوعين وانتشارها في المناطق المهمشة والبعيدة عن مراكز المدن ومراكز الدفاع المدني. انت تستطيع ان تخفض زمن الاستجابة بحيث تكون الاستجابة نسبية، اذا كان هناك متطوعين راح يكونوا أقرب للحدث وتأتي مساعدة الدفاع المدني لاحقا ثانيا نعم. صحيح لاحقاً. هذا هو ما تفكر فيه الدفاع المدني في الاستراتيجية الخاطئة نعم. مشاهدين الكرام، دعونا نشاهد هذه المقابلات الحصرية مع المتطوعين في الميدان. اجعلنا بدي ادخل لجوا مفهوم ها؟ لا لو انه ضرب هذا الكل عارفين اصابه لك شيل الكمام اللي قدامك حالك بهذا لف وش السريع لف لف خمس بالتالي نقوم بالتخفيف على العبء على المستشفيات الموجودة في مدينة رام الله، يعني نستقبل ما لا يكل عن 50-60% من الحالات اللي يعني بتم إصابتها في الميدان، بتقوم بالتعامل معها في العيادة الميدانية. مثل ما أنتم شايفين يعني عندنا عدد إصابة حالات كثير. إصابات تعاملنا معها إصابات متنوعة، بتتنوع من بين غاز لبين مطاط لإصابات قليلة طبعا بالرصاص الحي، إصابتين أو ثلاثة يعني اللي أنا تعاملت معها ميداني وتم نقلهم لاحقا إلى المستشفى. وطبعا تعرضنا إحنا كمسافرين لعدد حالات اختناق وإطلاق نار مباشر واستهداف مباشر عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة سيارة الإسعاف بالعمد، واختناق أربعة من متطوعين فرقة اثنين اللي كانت موجودة على أرض الميدان. طبعا نعرف انهم بطل في عندهم تفرقة بين مسعف بين صحفي بين مناضل، فيش عندهم اي تفرقة، المهم انه بني ادم فلسطيني. طبعا هذه اصابة مطاط كان فيها استهداف مباشر لما حملنا اصابات، وفي عندنا كمان هان بنفس الساعة نفس الحدث. طبعا عندنا هان مطاط وعندنا هان وهان وهان، وقبل فترة انكسر عندنا القزاز، كان في اطلاق مباشر على المتطوعين داخل سيارة الاسعاف.
وتم إصابة 3 متطوعين داخل السيارة. في عندنا كمان في المنطقة هاي. عندنا هاي إصابة. طبعاً كان يضرب علينا مباشر. في عندنا كان يضرب علينا قنابل صوت على سيارة الإسعاف ضربا بالباب. هذا يود لك عليه. هم يستهدفونا من العيار المطاطية وعيار الصوتية، يعني ببطل يفرقوا بين مواطن أو مثلا أنه لابس فيست الإسعاف أو إشي زي هيك، يعني زينا زي المواطنين. احنا انا شخصيا نخت مرتين واستقبلنا المستشفى الميداني اللي عملناه احنا هنا، وهذا حالنا يعني زينا زي المواطنين. نبدا من حيث انتهينا معك الرائد نائل العزة. شهدنا الاسعاف الخاص بفرقه متطوعي الجلزون قد تعرض لاطلاق النار مباشر لاكثر من مره. نعم. كيف يتناول الدفاع المدني هذا الجانب وكيف يغطيه اعلاميا ايضا؟ يعني احنا نتناوله بانه هذا هو الاحتلال، هكذا اعتدنا عليه، لا يميز، لا يضع اعتبارات، وكل هاي الاعتداءات نحن وثقناها وزودناها لوزارة الصحة حتى ترفعها في تقريرها الشامل حول اعتداءات قوات الاحتلال على الطواقم المحمية بحكم القانون، الصحفيين والطواقم الطبية. عودة لسؤالك، احنا يعني هذا جزء، يعني هذه الحلقة جزء من تسليط الضوء على أداء المتطوعين، وأنت تعلم كان لدينا لقاءات عبر الإذاعات وعبر التلفزيونات الأخرى الشريكة وعبر موقعنا على فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني حول تسليط الضوء على أداء المتطوعين لكي يشكلوا نقطة استقطاب إضافي للمتطوعين حتى ينضموا لخدمة وطنهم وبلدهم من خلال مديرية العمل الدفاع المدني أو المحافظة. صحيح. مقدم مراد، هل هناك خطة مستقبلية للدفاع المدني في محافظة رام الله والبيري نتحدث لتدريب فرق جديدة من المتطوعين بما يخدم المناطق البعيدة؟ شوف، حقيقة راح أبدأ من حيث ما انتهى زميلي. فعليا هو الأحداث السابقة ودور المتطوعين وبروزهم في هذا المكان شكل رافد اساسي، وكثير لناس تسلط وبدها تتطوع. يعني لاجل هيك احنا سجلنا قبل يومين فرقه متطوعين عددها 65 داخل رام الله، مع انه كنا سابقا يعني نعاني من نلاقي في داخل رام الله نفسها فرقه متطوعين. هسه حاليا عندي 65، وفي داخل في اجراءات اني اعمل لهم فرقه متطوعين تدريبهم الاسبوع القادم. فرقه ثانيه بير زيت فتحناها الاسبوع الماضي. يعني في يعني في الإقبال الموجود، إقبال كان شديد جدا. وإحنا أصلا كسياسة دفاع مدني وسياستنا كمحافظة رام الله اللي بنطبق سياسة المدير العام بنهج إن نزيد فرق المتطوعين اللي شكلنا رافد أساسي وقوة إضافية دائمة لعمل لما نستهدف عملنا. ما في إن يعني أي ما في أدنى شك إن نزيد هاي الأعداد ونزيد إنتاج العدد أعداد الفرق المتطوعين ومن كلا الجنسين وفي كل المناطق. رائد نائل، شاهدنا في التقرير في المقابلات المتطوعين يسعفون، ينقذون، يتعرضون للخطر. هنا المقدم مراد يتحدث عن أن هناك إقبال على عدد المتطوعين. هل تعرض المتطوع للخطر قد يساهم في زيادة أم نقص عدد المتطوعين في المستقبل القريب للدفاع المدني؟ أنا أعتقد أنه الانتساب يعني كمتطوع يستفيد منه الشخص لجانبين. أولا هو يكتسب مهارات فردية تساعده كما ذكر سيادة المقدم مراد، بأنه يكتسب مهارات فردية قد يسعف نفسه، يسعف أسرته، يسعف جاره، فيمكن أن يقدم الخدمة الفورية لنفسه أو للمحيطه. النقطة الثانية أنه إذا كان متطوع من خلال مجموعة قد يشكل جسم فعال، نموذجي، نعم، نموذج وفعال يمكن يحتذى به، ويمكن أن يعزز مفهوم الانتماء الوطني من شعارات لتطبيق على أرض الواقع. أنا بعتقد أنه سؤالك كثير مهم، بأنه ما نراه الآن هو مزيدا من وعي
المجتمعي ووعي مجتمعي ووطني من أجل الانضمام لفرق المتطوعين. أنا أعتقد أن هذا الخطر يعزز ويضاعف من قوة ومن الإقبال لدى المتطوعين. مقدم مراد، هل هناك أسس أو نقاط معينة يتم استهداف المتطوع من خلالها؟ يعني كما تحدثنا، ما هي الأسس؟ أنتم هناك عدد متطوعين في رام الله، هل هناك أفضلية لفرق متطوعين أخرى بعيدة عن مركز المحافظة؟ شيء أكيد زي ما حكينا في البداية أنه كسياسة دفاع مدني محافظة رام الله، إن دائما نوجد فرق متطوعين في المناطق البعيدة والمناطق القريبة والمحاذية للمناطق الجدار أو المستوطنات، لأنه هاي الفرق هي بتشكل لنا الرافد الأساسي ونقطة الانطلاق والمستجيب الأول، وبتسهل في عملنا وبتساعدنا كثير، يعني في كثير من الأحداث ساعدتنا. ولكن في أسس أخرى، يعني هي أسس بسيطة جدا، الفئة العمرية من كلا الفئة العمرية من 15 لسن 50 سنة وحتى ممكن 55 سنة، ومن كلا الجنسين بيكون في مجال يشترك لفرقة متطوعين في أي مكان من الأماكن. وإحنا في نفس الوقت يعني حتى زي ما حكيت لك في إقبال شديد في الفترة اللي فاتت، يعني في عندنا برنامج صار هسه إعداد فرق متطوعين من مكان لمكان. في عندنا فرقة متطوعين حاليا موجودة في منطقة غرب رام الله، احنا سابقا كنا مدربين فرقة عددها حوالي 25 واحد، من جديد مسجلين كمان حوالي 35 شخص من كلا العمرين، من يعني بتحكي عن منطقة ريفية قروية، مسجلين من كلا الجنسين. واحنا الإقبال يزداد، الإقبال يزداد من النساء، من الصبايا، من الشباب، من لو تحدثنا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، هل هناك لهم استهداف كمتطوعين أم كدورات؟ هو شوف، احنا في هذا الموضوع احنا حاليا نستهدفهم كدورات، نعرفهم باجراءات السلامه والوقايه الشخصيه، ولكن نامل في المستقبل القريب ان يكون في عندنا فئه من هاي الفئات تقدر تكون لها دوره، نعطيهم دوره اطفاء وانقاذ من يكون متطوع ليخدم نفس الفئه اللي الموجوده، وهذول موجودين في اماكن خاصه، يعني بتحكي عن مؤسسات تعاطى معهم. احنا خلقنا دورات تدريبيه ودربناهم، كان في قدره ان نتواصل معهم، ولكن عمليه دوره متطوعين لحد الان احنا في طور تاسيس الضمادي. الرائد نائل، رساله اخيره منك للمتطوعين في الميدان. اول شيء انا بشكرك وبشكر طاقم برنامج سلامتك بتهمنا على هذا الاستضافه، وهي خلينا نحكي الانتباه الاكثر للمتطوعين. انا رسالتي بانه من تطوع، يعني كما قال تعالى، من تطوع الله فقد تطوع خيرا صدق الله العظيم. هذا هو التطوع من مفهوم الديني لمفهوم المجتمعي للانتماء الوطني. اذا شكرا لك سياده الرائد نائل العزه، شكرا لك سياده المقدم مراد شبيطه في لما قدمتموه لنا وعملتم على انجاز هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج سلامتكم بتهمنا. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الالكتروني www.bcd.bs او على صفحه التواصل الاجتماعي www.facebook.com/bcd.bs102. الى اللقاء في حلقات قادمه.